قام به الأمريكيون أو الإدارات الأمريكية في عهد حكم الجمهوريين، فإنهم فرضوا عقوبات وشددوا تلك العقوبات ويقومون باعتقال إيرانيين، رعايا إيرانيين، ويزجون بهم في معتقلاتهم وسجونهم، وفعلوا كل ما في وسعهم لينيل من هذا الشعب. لكننا لا نفهم ماذا يقولون، أقوالهم تختلف عن أفعالهم. إن شعبنا شعب ذكي يقظ، وشعب مفكر ومدبر في نفس الوقت، ويعلم هذا الشعب جيدا الفرق بين ما يقوله المسؤول وسلوك ذلك المسؤول. وطوال هذه السنوات الاثنتين والثلاثين الماضية التي عقبت الثورة، ربما السلوك الأمريكي تمظهر بأشكال مختلفة، ولكن الهدف كان واحدا، وهو الضغط على الشعب بالدرجة الأولى. إنهم يريدون أنهم يعارضون استقلال شعبنا، ولا يريدون أن يحقق هذا النظام التقدم الإزهار بعون ومساعدة هذا الشعب. وهم يشعرون بالقلق أن إيران إذا عرجت إلى قمم التقدم فستكون عبرة وأسوة لبقية الدول، ولذلك فإن الشعوب الأخرى أيضا سوف تستعد لتقديم التضحيات وتدفع الثمن من أجل الوصول إلى ما وصلت إليه إيران. يعني في هذا الإطار الذي تتحدث، ربما يعني هذا الأمر غير معلن، ولكن القراءة، أحد القراءات ربما تقول هذا الأمر. البعض يقول بأن من جرأ الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الإيراني بعض الأحداث التي شهدها الداخل الإيراني، يعني هم قراءتهم تقول بأن هناك نوع من الانقسام في الداخل الإيراني، تشديد العقوبات والتأثير على الشعب سيؤلب الشعب أو مزيد ربما من التيارات الشعبية، وربما المزيد من أبناء الشعب الإيراني لكي يكون في الصف الآخر و ضد الحكومة الإيرانية، بين قوسين إذا صح التعبير، أي أنهم يراهنون من خلال هذه العقوبات على الداخل الإيراني. أحد القراءات تقول ذلك، ماذا تقول؟ حظ إن الحكومة الأمريكية لا تتمتع بذلك الذكاء اللازم للمواجهة مع شعبنا، وطوال السنوات الماضية كانت سلوكياتهم خاطئة، وأثبتوا أنهم لا يحملون نظرة ومعرفة دقيقة حول شعبنا، ونحن نفرح لذلك، لأنهم عاجزون عن تنفيذ مؤامراتهم. إنهم لا يعرفون شعبنا جيدا، ثقافة هذا الشعب وخصائصه ومواصفاته، ويعتقدون أنه من خلال هذه الإجراءات بإمكانهم إحداث انقسامات، ويوظفون رسامين على ذلك. ولكي أذكرهم أريد أن أذكر هذه النقطة، وهي أن الشعب الإيراني هو الشعب له حضارة تمتد إلى آلاف السنين، صاحب ثقافة يعرف يميز بين أعدائه وأصدقائه. فإذا تقام الانتخابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى مدى ثلاثة عقود جرت 30 جولة انتخابية، فهذا دليل على وجود الديمقراطية في بلادنا. من الطبيعي ربما تكون هناك تباينات في الآراء أثناء الحدث الانتخابي، ولكننا نسأل، حتى لو أن هذه التباينات لو كانت موجودة في الولايات المتحدة وبعض الدول أخرى، فإن الذين مثلا الذين يعترضون يقومون بالتظاهرات، وإذا عمد البعض في هذه التظاهرات إلى استخدام العنف، وإذا قمع كشرطة هؤلاء، فعندما نسألهم ما هي هذه المشاهد التي تشاهد في الولايات المتحدة، إذا ماذا سيردون علينا؟ سوف يقول لنا إن هذه ديمقراطية، ويقولون وجود التظاهرات ووجود المعارضة ووجود الشرطة التي تقمع من مظاهر الديمقراطية. وإذن هذه المشاهد عندهم يسمونها الديمقراطية، ولكن في بلادنا يعتبروها استبدادا. هذه ازدواجية موجودة في الغرب وتقودهم إلى مسارات خاطئة. إن بلادنا تعيش في غاية الحرية وتواصل طريقها، ومن الطبيعي أنه عندما يدافع عدد من الأنصار عن مرشحين في الانتخابات أو
يعتقدون أن مرشحهم فاز بأكثرية الأصوات، ولكن هذا لا بير. ولكن عندما نرى بين المحتجين من يقوم بأعمال عنف ويضرب النيران في الأبنية والممتلكات، وهو ليس من هذا الشعب أو من هؤلاء الأنصار، حتى أنه لم يدلي بصوته في الانتخابات ولم يشارك فيها، ولكنه شارك في هذه الاضطرابات لتعميق الهوى وثارة الفتن والقلاقل في البلاد. إذن هذا ليس محسوبا على هذا الشعب. الشعب الإيراني ليس كذلك. على حال أن الرهان على مجموعة وهي أقلية لا يعترف بها شعبنا، هو ترتكب أعمالا غير مقبولة من وجهة نظر أي أحد، فبدلا من الرهان على الشعب الإيراني الكبير القاعدة العريضة من هذا الشعب، إذن هذا هو أكبر خطأ للولايات المتحدة الأمريكية. هذا الرهان هو رهان ليكون ذا نتيجة بالنسبة للغرب وللولايات المتحدة الأمريكية، هكذا أنتم يعني هذا هو ردكم يعني على مثل هذا الرهان ومثل هذا التحليل ومثل هذه الرؤية؟ نعم، لحسن الحظ أنهم يخطئون ولا يعرفون أنه مهما مارسوا الضغط على شعبنا فإن ذلك سيزيد من تلاحم ووحدة شعبنا. نحن شعبنا يتمتع بخصائص خاصة، ولحسن الحظ أن الدول الغربية لم تبلغ هذا الإدراك، أن شعبنا أهل المنطق، أهل المنطق ويسعى لنيل حقوقه الأساسية. فإذا تعاملوا معنا وفق المنطق واحترموا حقوق شعبنا وسعوا لكي يضمن ذلك لشعبنا، بالتأكيد أن شعبنا سوف يتعامل معهم أفضل تعامل. ولكن إذا شعروا أنه من خلال الضغط على الشعب ومن خلال فرض قيود عليه أنهم سيصلون إلى غايتهم، فإنهم قد ارتكبوا أكبر غلطة. إذا ما شعر شعبنا أن دولة لا تتبنى أي منطقة أو استدلال وتريد فقط الوصول إلى أهدافها السياسية وتمارس الضغوط من أجل ذلك وتنتهك حقوقه، فإن هذا الشعب سينسجم وسيتحد وسيقف جنبا إلى جنب للصد وردع هذا العدو. يعني سيد مهمن فرست، عذرا يعني لهذه ربما سؤالي يكون له مدخلية ببعض الجهات الإيرانية التي ربما هي المسؤولة عن هذا الأمر، وخاصة فيما يتعلق بوزارة النفط أو الشركات التي ربما تزود إيران بالبنزين. البعض يقول بأن واردات البنزين أو أن يكون هناك حصار أو نوع من الحظر على صادرات البنزين إلى الجانب الإيراني قد يترك تأثير آثار سلبية. ما هي قراءتكم أنتم في وزارة الخارجية؟ ما هي البدائل؟ هل هناك بدائل أم أن إيران قد وضعت الخطط اللازمة وكانت مستعدة لمثل هذه الخطوة الأمريكية، أم أن هذه الخطوة هي خطوة مفاجئة، مع أنه كان هناك حديث في السابق يعني كل مرة كان تهدد إيران بصادرات الطاقة إلى الجانب الإيراني؟ نعم سيد مهمن فرست. الأولى هي أن شعبنا يعرف جيدا ويعي هذه الحقيقة، فإذا سعوا هؤلاء للضغط عليه فإن شعبنا سوف يعرف ما هو ثمن. فإذا خير شعبنا بين العيش في